شو تهمتك؟ تهمت شو؟ اي تهمة منه؟ وهيك انه طلعت انه ما تواخذناش، انه قعدنا هيك سنتين ما خسرش انت، كان لازم تظهر من يومين، انه بعد يومين تظهر يعني. وهني خلقوا ذنب من عندهم وحاكموني على اساسه، طلع انه ما في ذنب وما في شيء، اخر شيء قالوا لي روح فل الله معك، انا ماني حاضر جلسه، ماني طالع لعند القاضي ولا مره. قعدت 24 شهر. هو المفروض نظام النظارة يكون انه 24 ساعة 48 ساعة ماكسيموم تطلع على حبس، فانه هون بلبنان لا، طيب بيرقوك نت، بياخذوا وقتهم ليرقوك، فانه بتقعد 7 اشهر 8 اشهر فبتزهق يعني، بأوضة ما في شيء، ما في حتى يعني سيستم هواء انجأ بيعطوك ايه؟ ريحة الشخاخ، ريحة الشخاخ. تخيل أوضة يمكن 4 أمتار ب4 أمتار بقلب حمام فيها شي 25 شخص وكلهم بدهم يشخوا، والأضرب من هيك بيجيك العسكري بيفتح عليك الشباك وبيكون كتير شوب، كتير 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 شوب، وانت جوعان 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 جوعان، ما شايف شيء، ما شايف أكل يعني، جوعان وهو واقف على الشباك عم ياكل وبيده تنكة درينك باردة. مزعجين مزعجين. ونزلت على رومية، يا ويلي الفوتي على رومية، شو بدي اقول لك؟ اول ما فتنا قانون غريب، تحس يا زلمه القانون ديكتاتورية بس على شكل اصعب يعني. ليش؟ يعني بحس اني النظام السوري رجع الحبس يعني، هو نفسه بعد نفس اسلوبه نفس كل شيء، اني بدك تعيش الجو الواقع اللي انت فيه اجباري يعني. شئت انا ابيت شو، انت اليوم بين 4 حيطان ما يتعدى مثلا خلي 4 متر مربع على مده شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، اكبر عقده نفسيه للانسان يعني. اما بدك تعيش امر الواقع تعيش حالك امر الواقع، واما بدك تجن واحده من الاثنين. تنام لك شي 30 واحد على يعني 3 فرشات بالطول يعني، راس كعب، بضل يحط راس كعب بيرصوك لابعد الحدود، في غرف وصل 90 يعني وصل 90 شخص فيها لفتره معينه، يناموا طابقين فوق، والله في عالم نام طابقين طابقين ناموا، حطوا هيك بسيف برجع حطوا هيك فوق، بس يعني ايه حطوا شيء كمان، ما في محل بالله. تفيق من النوم بفيق مثلا الساعه 8 الصبح، قال لك واحد الله 30 واحد كنت تفوت على الحمام، ترفع ايدك بالدور اذا ما عيطلك ما فيك تقوم من محلك، حتى لو اني يعني لا لا شو من صار ما بتقوم الا يعيطلك شاويش الحمام، اذا قال لك جوا بدك تطلع، اذا اجى المعلم بدك تطلع، اذا كلك صابون كلك بتطلع، مش بكي تلف على حالك منشف انت وصابون تطلع، المعلم اجى ما خط عسكري يا زلمه مصيبه. ضلك عايش بخوف، حتى علموك برا ضلك عايش بخوف، بصير بتخاف من واقعك، بصير تفكر بواقع غير. كانت ما حكمة بشعة كتير من أي ناحية، ناحية المعاملة مثلا اللي ما معه مصاري، اليوم غربة وسجن أكيد ما حيكون فيه مصاري. قديش بندفع؟ حسب وين بدك تنام، على الباب، على باب الحمام، حد المسؤول. بيقبض رئيس الحبس، مين بدي اقبضه؟ انا بدي اقبض مين اللي حط الشاويش؟ رئيس الحبس اللي حطه، ليش مش عارف اني معقوله مش عارف شو عم بيصير بالغرفه هي مثلا، اني ليش هيك عم بيصير؟ بلا بيعرف. هو بدي اقبضه. تاكل انت وصراصير يعني بتفوت صراصير فيران، حتى في حشرات مش موجوده غير هونيك.
ما في منها ابدا. في صراصير ترانسبرام بتشوف الهاد تبعه عن جد. فانا ما بعرف ليش بحققوا معك؟ ما بحققوا معك يا حبيبي، بيسألوك هني أسئلة وهني بيجاوبوا حالهم. وإذا بتحكي، إذا بتجاوب أنت على شي سؤال هني من اللي بيسألوني إياه بيضربوك. وروح اسأل أي حدا بيقول لك صح. هني بيسألوك وهني بيجاوبوا. هني بيسألوك وهني بيجاوبوا، وهني بيعملوا كل شيء، إذا دافع بيمشي حالك، إذا ما دافع بتعلق. أصلاً لرجعوا عرفوا أهلي فيي إنه ويني، لأنه بقيوا جمعتين ينبشوا علي بس لأنه طلع الدركة إنه مش دائق لحدا، بس كرمالي لفكوا الخبرية لبسوها بالحدا. لا شوف الأنكة قال لي منين هيدول؟ قلت له كيف شكله؟ قلت له وين بيته؟ قلت له وين التقيت أنا وياه؟ قام راح جاب لي صورة حدا وإجا قال لي هيدا هو. قلت له من هو؟ قال لي زلم لي أخذ منه. قلت له ما خصه فيه. قال لي مبلا يا زلمة. قلت له كيف مبلا؟ قلت له كيف مبلا؟ أنا الزلمة اللي أخذ منه مش هيدا يا خي. قال لي طيب ما بتلمح عليه ولا 20%؟ يعني شوف بده يشيله عن واحد ويلزقه بواحد وبعدك عم بتقلي إذا أنا بريء ولا لا، ولا أنت بريء ولا لا. شو ما تكون أنت مذنب هني بيبرقوك لما ما بيحاكموك بتهمتك وبيركبوا لك تهمة من عندهم بس لأنهم عاجزين يعرفوا أنت شو عامل. أول مرة برجع بتعززت بعد سنتين منيح، ما كان كتر خير الله مش كتير طويلة، بس أنه كانت طويلة بالنسبة لشخص أول مرة بفوت وعمره 18 سنة. يعني مثل ما بيقولوا كان أول ما ببلش لازم يعطي بالحقيقة. قطعت تيكت غير محل. مثلا إذا أنت فايت نفرض دعوتك شكيت نصاب، في الحرامي جوا وفي التعاطي في جوا وفي كل شيء، كل يعني تطلع مخرج الحمد لله من كل شيء، يعني الدولة ما أصرت معك بشيء خالص، طلعتك يعني مفسد لكل شيء. وهذا أول شيء قلته وقت انلقت وكان درك قاعد هيك بوجهي، ف قال لي إنه شو بدك فيها وتخرب لك حياتك، وقلت له أنت اللي عم تخرب الحياة مش هي، مش هي. وإني كنت ماشي وروا ولا مرة عملت مشكل ولا مرة دممت حدا ولا مرة اتضايقت ولا مرة فت على المستشفى من وراها. الله أهلك، نرجع الموضوع لو مثلا أي إنسان لو أهله حاطينه مثلا مكان كله مخدرات وهيك يعني حياتي، عرفت كيف هي حياة؟ بيتعلم الولد بيطلع حياته، وإذا حطوه بين دكاترة ومهندسين بيطلع دكتور ومهندس. يعني هذا المجتمع، هي الطبقة هي اللي بتأسس عليها، هي اللي بتأثر عليك. مو إنك أنت عاطل، لا إحنا والله شو أنا بشر مثل ما أنت بشر، بس مو أنا اللي نمسك طريق العاطل. الحق ظروفي بتعرف شو اللي وصلنا لمصيره. ما حد بيصل هيك تلقى نفسه، وما حد بيحب الحبس. في شيء بيرومي بيقولوا اللي بيشرب المي رومي بيرجع له. هو شطارة انه ما ترجع له، مش ضروري انه كل واحد شرب من ماي رومي يرجع له يعني.